فستاني كثير حلو. ثانك يو فيري ماتش احمد عبد الله. اي لايك ذا الازور كولر لانه كلنا بنحب الازرق وهيك يبعث على التفاؤل ابارنتلي وراحت الاعصاب. ليش لي موتره؟ بس لبسي ازرق يعني مشان العين كمان. بس بتعرفي عم تلعبي رياضه؟ ابدا صدقني انا بشتغل كثير وعندي جينات بتعقد اخذتهم من ماما والله. الله يخلي لك الله يخلي لي اياك بحبك كثير. امي جسمها احلى مني. ما بتلعبي رياضه؟ ابدا انا بلعب شغل بلعب. وبتعرف شو انا اكتشفت؟ بدكم احسن طريقه للدايت كله واحرقوا بنفسكم. التعصيب عن جد يعني التعصيب موصوف. بمعرفتي الشخصيه برزان هي اكثر وحده بتحرق بحالها بنفسها واعصابها. زعجك انه الناس شوي حطوك بخانه اللوكات الغريبه اللي كانت بالمهرجان؟ لا خالص مش منزعج خالص. انت مستقصد؟ لا اه طبعا طبعا ده جزء من شغلنا يعني ده جزء من الشغل ده ريد كاربت ده شو زي اي فاشن شو يعني فده جزء من شغلنا يعني. بهاي الفستيفال مبيضتها بالتياب وختمتها بالابيض. هاي حبيبي لا مو مبيضتها ما فيك تعجب الناس طول الوقت دائما الناس وحق الناس دائما الناس بتحس انه وهذا جزء صار يمكن من المحبه مثل اذا امي بتقلي رايها او اخواتي او الى اخره فعادي ناس بحبوا لون او لوك لبسته ما بحبوا لون او لوك ثاني لبسته هذا الطبيعي المهم انه ما يكون في شيء مؤذي للناس يعني. اليوم فستانك هيدا شهيره لاشين ديزاينر مصريه ياسمين عيسى الستايلست مي ايمن ميك اب ملاك من محمد صغير وجولري دماس. اللوكات اللي طلعت فيهم ومنهم هذا اللوك كثير شغلوا الناس يعني انت قاصد تشغله؟ لا والله مش قاصد والله بس اللوك بتاع النهارده ده بيوتي اند بيست المفروض يعني. انت اكثر واحد هلا بدنا نساله انت عملت ستيتمنت بقى على الريد كاربت طول الوقت اوكي واليوم جاي لي الخير والشر. ايه رايك؟ انت بحبك اقف لك من الناحيه البيضاء دي. غيرت منك او اديت اقف لك كده على طول. اوه لا جامد جدا. من شهيره لاشين والشنطه اختين والميك اب فاطمه والجولري دماس في حاجه ناقصه؟ او ستايلينج نادا خضر. هالوين واضح جدا. يا هالوين بتقدري تطيري؟ اه وريني. Can you see me flying? هو احساس اكتر منه حقيقه. طب شو بتتوقعي الكومنت اللي حيجي من الناس؟ مش عارفه بس انا حابه الجناحات قوي وحابه الوينجز واي فيل لايك اتس جيفينج يو ا فيري بوزيتيف فايبس ف واي نوت. انا بحس ما كثير رح ينتقدوكي بيشبه شخصيتك بيشبه الشيء اللي بتعمليه. صح انت عايز تقول ان انا لايقه عليك جناحات. مش عليك جناحات انت لذيذه فبالتالي بنقول فرفور ذنبه مخفور. اه حلو المثل ده هحفظه فرفور ذنبه مخفور اوكي. فستانك شهيره لاشين وبشكرها لان احنا عملنا في يومين والستايلست مريم الخولي والميك اب احمد الخواجه والشعر مصطفى ذهب وجولري المواردي والكلاتش من عليا. هلا بكثير بيقولوا لي انه داي ليه بتسال كل الفنانين ضعفانين بس انت عن جد كانك خسانه. ده يعني لازم تبقى عارف ان الجمله دي قد ايه بتسعد الانسان. بتسعد الكل. بتسعد الانسان اللي محروم من الاكل يعني. خسانه بجد. ايوه قد ايه؟ 6 كيلو بس لان انا بعد الولاده قعدت سنه مش عارف يعني الحمد لله انا ما تخنتش قوي قوي بس حقيقي ما عرفتش اخس وكان الدكتور بيقول لي انت مش هتخسي قبل سنه وده حقيقي يعني فاصريت بقى. شو هالحلاوه؟ حلاوتك. وحياة الله اليوم الاطلاله غير. ثانك يو ثانك يو. يعني تخليتي شوي عن الستيل الكونتمبرري تبعك مزبوط؟ لا ده كونتمبرري برضه ديتيلز كالعاده هيك كثير سامب هذا انا بحب سيمبل جدا وساره انسي از ا فيري جود ديزاينر وهي عرفت تحقق لي بالضبط اللي انا كنت عايزاه في الفستان ده ثانك يو. ومجوهراتك؟ الباز ودماس وكاتشوني وماي ميك اب از باري صابر وماي هير از من الصغير.